الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا المجلس في الخامس من شهر رجب من عام 35 بعد 400 نكمل ما تبقى من الأحاديث المعلة في أبواب الجنائز، وتكلمنا في عدة مجالس على الأحاديث المتعلقة بهذا الباب مما له أثر في مسائل الخلاف عند الفقهاء من الأئمة الأربعة وغيرهم. ونتكلم في هذا المجلس على مسألتين مهمتين، وهذه أو هاتان المسألتان أولاهما عدد التكبيرات في الجنازة والوارد في ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك أيضا في المقروء في صلاة الجنازة. أول هذه الأحاديث هو حديث أم شريك الأنصارية عليها رضوان الله تعالى أن رسول أنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ في صلاة الجنازة بفاتحة الكتاب. هذا الحديث أخرجه ابن ماجه في كتابه السنن من حديث حماد بن جعفر العبدي عن شهر بن حوشب عن أم شريك الأنصاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث حديث منكر، تفرد به حماد بن جعفر العبدي، وكذلك في إسناده شعر بن حوشب فإنه أيضا تفرد به عن أم شريك. وحماد بن جعفر ضعيف الحديث جدا، وتفرد بما جاء بإخراجه من بين أصحاب الكتب الستة، وهذا أيضا قرينة على إعلاله. وشار بن حوشب تقدم معنا مرارا الكلام عليه، كلام العلماء عليهم رحمة الله تعالى عليه. وهذا الحديث يتضمن الأمر بقراءة الفاتحة في صلاة الجنازة. وقراءة الفاتحة في صلاة الجنازة أمر متفق عليه، وإنما أوردنا هذا الحديث لأن فيه الأمر بقراءة الفاتحة. والأمر بقراءة الفاتحة في صلاة الجنازة لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما جاء ذلك عملا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء في بعض الوجوه مرفوعا، ويأتي الكلام عليه بإذن الله تعالى. الحديث الثاني متعلق بهذا الباب أيضا، وهو حديث عبد الله بن عباس عليه رضوان الله أنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة بفاتحة الكتاب. وهذا الحديث التصريح بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم للفاتحة في صلاة الجنازة. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في كتاب المسند والترمذي في كتاب السنن من حديث إبراهيم بن عثمان أبي شيبة الواسطي عن الحكم عن مقسم عن عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أيضا حديث منكر، وفيه التصريح برفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والجزم به، وذلك أنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة الفاتحة في صلاة الجنازة. وهذا أيضا لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام منسوبا إليه صراحة بلفظه، وإنما بحكمه كما جاء في حديث عبد الله بن عباس في البخاري، ويأتي الإشارة إليه. هذا الحديث تفرد برفع إبراهيم بهذا الوجه، إبراهيم بن عثمان أبو شيبة الواسطي. وإبراهيم بن عثمان ضعيف الحديث جدا، وقد كذبه شعبة ابن الحجاج وقال النسائي متروك الحديث. فتفرد بهذا الحديث عن الحكم عن مقسم عن عبد الله ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصواب في هذا الحديث أنه موقوف على عبد الله بن عباس، وله حكم الرفع. وعلى هذا الحديث البخاري رحمه الله فيما نقله الترمذي عنه كما في العلل، وعله كذلك الترمذي رحمه الله أيضا في سننه، قال:
والصحيح عن عبد الله بن عباس من قوله أنه قرأ الفاتحة في صلاة الجنازة ثم قال من السنة، يعني من سنة النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، ولم ينسبها صراحة بلفظها، وهذا هو الصحيح. وقد أخرج الموقوف البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح، أخرج ذلك البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح، فإنه أخرج في كتاب الجنائز من حديث طلحة ابن عبد الله بن عوف، وهو ابن أخي عبد الرحمن بن عوف الزهري عليه رضوان الله، يرويه قال: صليت خلف عبد الله بن عباس صلاة الجنازة فقرأ بفاتحة الكتاب ثم قال: لتعلموا أنها سنة، يعني جهر بذلك. وهنا عبد الله بن عباس هو الذي قرأ، عبد الله بن عباس عليه رضوان الله هو الذي قرأ ثم قال: لتعلموا أنها سنة. ورواية إبراهيم ابن عثمان أبي شيبة الواسطي قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواية عبد الله بن عباس يقال لها حكم الرفع، وليست مرفوعة الرواية، ولكن لها حكم الرفع، لأنه قال من السنة، قال من السنة، يعني من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابي إذا قال من السنة فالأصل في ذلك أنها سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وقوله من السنة دون الجزم برفع الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعلماء من أهل الأصول لا يتفقون على أن قول الصحابي من السنة أنه مرفوع، بل ثمة خلاف يسير في هذه المسألة. وأما ما يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا فعل شيئا فهذا مقطوع به باعتبار صراحة الرواية بالنقل. وإخراج البخاري رحمه الله للموقوف عن عبد الله بن عباس في قوله من السنة دليل على إعلاله للمرفوع، وقد أعل المرفوع كذلك أيضا في حديث عبد الله بن عباس جماعة من العلماء كالدارقطني والبيهقي وغيرهم. وحديث عبد الله بن عباس عليه رضوان الله مخرج في الصحيح من حديث شعبة بن الحجاج وسفيان الثوري عن سعد ابن إبراهيم عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن عبد الله بن عباس أنه قال من السنة، قال من السنة، وهذا هو الصحيح. وقد قال الترمذي رحمه الله لما أخرج رواية إبراهيم بن عثمان قال: هذا ليس إسناده بذاك القوي، يعني رواية إبراهيم بن عثمان. وعلى هذا نعلم أنه لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صراحة أنه قرأ الفاتحة في صلاة الجنازة من قوله، وإنما ذلك إجماع، وله حكم الرفع، وأصح ما جاء في ذلك هو حديث عبد الله بن عباس في قوله من السنة، في قوله من السنة. وجاء في قوله من السنة أيضا في حديث أبي أمامة عند الشافعي وكذلك البيهقي أنه قال من السنة أن يقرأ بأم الكتاب في صلاة الجنازة، وهذا الأمر محل اتفاق، وهذا الأمر محل اتفاق. وإنما أوردنا هذا الحديث مع كونه من مسائل الاتفاق، وذلك لسبب أن قراءة الفاتحة محل خلاف عند العلماء في وجوبها، هل هي ركن كصلاة الفريضة؟ والنافلة في قراءة الفاتحة في قول النبي عليه الصلاة والسلام: كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، هل هي ركن أم لا؟ الفقهاء يعتضدون على مثل هذه الأحاديث، فلها أثر في القول بوجوبها، لا أثر على القول بوجوبها لا القول بشرعيتها، فإنهم يتفقون على القول بشرعية قراءة الفاتحة. فلما كان لها أثر في الوجوب أوردناها كما هو صراحة في حديث أم شريك لما قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقراءة سورة الفاتحة في صلاة الجنازة، والأمر في ذلك يقتضي الوجوب، ولكنه حديث منكر على ما تقدم الكلام عليه.
الحديث الثالث هو حديث عبد الله بن عباس الموقوف، ولكن فيه رواية الفاتحة وسورة. روى طلحة بن عبد الله بن عوف قال صليت خلف عبد الله بن عباس عليه رضوان الله صلاة الجنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة، فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة. هذا الحديث أخرجه النسائي في كتابه السنن من حديث الهيثم بن أيوب السلمي، الهيثم بن أيوب السلمي عن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن عبد الله بن عباس. وذكر السورة فيه، ذكر السورة منكر وشاذ، وظاهر الإسناد السلامة، وظاهر الإسناد السلامة. الهيثم بن أيوب وثقه النسائي، وإبراهيم بن سعد ثقة من رجال الشيخين، وأبوه كذلك يروي عن أبيه، وطلحة بن عبد الله، وقد أخرج البخاري رحمه الله له هذا الحديث أيضا في كتابه الصحيح. ولكنه قد تفرد الهيثم بن أيوب في هذا الحديث بذكر السورة وخالف الثقات، خالف الثقات الذين يرون هذا الحديث، الثقات الذين يرون هذا الحديث كالشافعي رحمه الله، فإنه روى هذا الحديث في كتابه الأم، روى هذا الحديث في كتابه الأم متابعا للهيثم بن أيوب، تابعا للهيثم ابن أيوب، وما ذكر هذه الزيادة. والشافعي رحمه الله أوثق، والشافعي رحمه الله أوثق. الشافعي رويه قال أخبرنا إبراهيم بن سعد قال أحدثني أبي عن طلحة بن عبد الله ابن عوف قال صليت خلف عبد الله بن عباس وذكر السورة وما ذكر الفاتحة وما ذكر السورة. والشافعي رحمه الله إمام حافظ جليل ولا يقابله أمثال الهيثم بن أيوب. ثم أيضا من وجوه العلل لهذا الحديث أن البخاري رحمه الله أخرج هذا الحديث في كتابه الصحيح من حديث سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج، وشعبة بن الحجاج كلاهما يروون هذا الحديث عن سعد عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن عبد الله بن عباس قال صليت، قال طلحة صليت خلف عبد الله بن عباس فقرأ بفاتحة الكتاب وما ذكر السورة. وشعبة وسفيان هما بمنزلة الثقة والجلالة والحفظ في الضبط في الرواية ما لا يقابله مثل الهيثم ابن أيوب، الهيثم ابن أيوب. ويدل على أن الغلط من الهيثم ابن أيوب أن شعبة وسفيان أروياه متابعين لإبراهيم بن سعد عن أبيه وما ذكروها، ولو كانت عند أبيه لرووها، ولو كانت عند أبيه لرووها، ما يدل على أنها ليست عند أبيه ولا عند ابنه، ليست عند أبيه لمخالفة سفيان شعبة، وليست عند ابنه لمخالفة الشافعي في كتابه في كتاب الأم. والبخاري رحمه الله أخرج الحديث في كتابه الصحيح، أخرج الحديث في كتابه الصحيح وما ذكر هذه الزيادة، وهذا قرينة على إعلالها، قرينة على إعلالها. وظاهر سياق النسائي رحمه الله في كتابه السنن أنه يعل هذه الزيادة، وبعض المتأخرين يصححها ويقول بها. ومن قرائن الإعلال في هذا الحديث أنه لا يعرف العمل عن الصحابة عليهم رضوان الله بقراءة سورة مع الفاتحة في صلاة الجنازة، وهذا قرينة على ردها. والعلماء رحمه الله في أبواب العلل إذا أطبق الصحابة على عمل أو ترك وكان العمل والترك يخالف حديثا مرفوعا جعل العمل ناسخا للحديث، يعني إذا عارض الحديث أخذ بالعمل، لأن عمل الصحابة في ذاته ليس بأقوى من الحديث، لأن الحديث وحي، ولكن مقتضى الحديث العمل به، فلما تعطل العمل في ذلك دل على أن معنى الحديث ليس بمراد أو طرأ عليه نسخ وخفي في ذلك الناسخ وجرى عليه العمل عليه العمل. وكيف والصحابة عليهم رضوان الله تعالى لم يعملوا بهذا
وهي قراءة سورة مع الفاتحة، وذلك جريا على عمل على أحاديث واردة في هذا الباب، وجاء المخالف في ذلك زيادة. ومن قرائن الإعلال أيضا أن هذا الحديث وهو حديث عبد الله بن عباس تفرد بهذه الزيادة واسطي، تفرد بهذه الزيادة واسطي، وذلك الهيثم ابن أيوب السلمي آفاقي. وذكرنا مرارا أن من قرائن الإعلال تأخر طبقة الراوي إذا تفرد بزيادة، أن الزيادة إذا جاءت من راوي في طبقة متقدمة فهذا قرينة على قبولها، وأنها إذا كان في طبقة متأخرة قرينة على ردها، وأنه إذا كان آفاقيا قرينة على عدم ضبطه، قرينة على عدم ضبطه. وهنا تفرد بهذه الرواية عن آفاقي أحفظ منه، وتفرد بها أيضا من جهة الرواية عن عمل أهل الحجاز، وهم أضبط لعمل النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل الصلاة على الجنازة تتكرر كثيرا، ومثل هذا العمل لو كان عن النبي عليه الصلاة والسلام لجاء عن صحابي واحد، ولو كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعله على سبيل الاعتراض لما خفي، وهذا يدل أيضا على النكارة، وهذا أيضا يدل على النكارة. ولعل تنكب الأئمة عليهم رحمة الله بعدم الإخراج لهذه، عدم إخراج هذه الزيادة وهذه الرواية قرينة على عدم اعتبارهم واعتدادهم لها. وكذلك أيضا فإن إخراج النسائي رحمه الله لهذه الزيادة في كتابه السنن بعدما أخرج الوجوه التي ليس فيها هذه اللفظة قرينة على إعلالها. الحديث الرابع هو حديث جابر بن عبد الله عليه رضوان الله قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجنازة فقرأ بأم الكتاب ومد صوته بالتكبير. حديث جابر بن عبد الله أخرجه الشافعي في كتاب الأم من حديث إبراهيم بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أيضا حديث ضعيف جدا. تقدم معنا الكلام على شيخ الشافعي رحمه الله وإبراهيم بن محمد، وأنه متروك الحديث، ومن العلماء من اتهمه بالكذب، وتقدم التفصيل هذا الكلام في مسألة حاله مرارا، وتكلمنا أيضا عليه في أبواب الجنائز أيضا على أحاديث منها رش الماء، وكذلك أيضا وضع الحصباء على وضع الحصباء، وكذلك أيضا حثوات التراب، فإنه روى حديث حثو النبي عليه الصلاة والسلام على قبر ابنه إبراهيم، كذلك وضع الحصباء، وتقدم الكلام عليه بما لا يحتاج إلى إعادته في مثل هذا الحديث. الحديث الخامس هو حديث عبد الله بن عباس عليه رضوان الله حديث عبد الله بن عباس عليه رضوان الله أنه قال آخر ما كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجنازة أربعا، فكبر عمر على أبي بكر أربعا، وكبر عبد الله بن عمر على عمر أربعا، وكبر الحسن بن علي على علي أربعا، وكبر الحسين على الحسن أربعا، وكبر الملائكة على آدم أربعا. هذا الحديث أخرجه الدارقطني وأخرجه الحاكم في كتابه المستدرك من حديث الفرات بن السائب عن ميمون بن مهران عن عبد الله بن عباس. وهذا الحديث معلوم بعدة علل، أول هذه العلل وتفرد الفرات بن السائب بهذا الحديث، تفرد الفرات بن السائب بهذا الحديث، وهو متروك الحديث تكلم عليه النسائي رحمه الله فقال متروك، وكذلك أيضا الحاكم رحمه الله لما أخرج هذا الحديث في كتاب المستدرك تكلم عليه أيضا، وكذلك أيضا فإنه قد اضطرب في هذا الحديث، فتارة يرويه عن ميمون بن مهران
عن عبد الله بن عباس، وتارة يرويه عن ميمون بن مهران عن عبد الله بن عمر، تارة يجعله من مسد بن عباس وتارة يجعله من مسد عبد الله بن عمر. وهذا أيضا علة، هذه أيضا علة كافية في طرح هذا الحديث. وكذلك أيضا عدم إخراج أصحاب مسانيد والصحاح المعتبرة من أهل الأصول المتقدمة لمثل هذا الحديث أيضا من القرائن على رده وإعلاله. وكذلك أيضا فإن في ألفاظ هذا الحديث ما لا يقال من قبيل الرأي، ويحتاج في ذلك إلى القطع برفعه، إلى القطع وبرفعه. ولو كان مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام لجاء من وجوه أخر، ومنها تكبير الملائكة على آدم أربعا، يعني أن ذلك سنة قديمة، وأن صلاة الجنازة على صفته هذه هي معروفة حتى في الشرائع، السابقة. ومثل هذا أيضا يفتقر إلى دليل. جاء هذا الحديث، وهذا هو الحديث الخامس، السادس من حديث أنس بن مالك عليه رضوان الله تعالى، أنه قال: كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعا خمسا وسبعا، وآخر ما كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعا. هذا الحديث أخرجه الدارقطني في كتابه السنن من حديث مبارك بن فضالة عن الحسن البصري عن أنس بن مالك، وهذا الحديث فيه مبارك بن فضالة، وهو ضعيف الحديث، وتفرد بهذا الحديث من هذا الوجه. واختلف أيضا في هذا الحديث من جهة وصله ورفعه، وصله وإرساله، تارة يروى من حديث الحسن مرسلا، وتارة يروى موصولا، وقد أعل هذا الحديث الدارقطني رحمه الله في كتابه، السنن. الحديث السابع وحديث عبد الله بن عباس عليه رضوان الله أنه قال: كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجنازة تسعا وسبعا وخمسا، وآخر ما كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعا. هذا الحديث أخرجه الطبراني في كتابه المعجم من حديث بشر الكندي عن أبي يوسف القاضي النافع بن عمر عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث حديث شديد الضعف، وذلك لعلل متعددة فيه. أول هذه العلل أن هذا الحديث فيه بشر الكندي، وهو ضعيف الحديث، وضعفه غير واحد من الأئمة. وكذلك أيضا فإن في إسناده يعقوب بن إبراهيم أبو يوسف القاضي، وفقيه الرأي المعروف، ومع إمامته وجلالته في الرأي، إلا أنه من جهة الرواية والضبط خفيف الضبط. وقد ضعفه بعض الأئمة كابن مبارك رحمه الله. والإمامة في الرأي والفقه شيء، وضبط المروي شيء. وقد تقدم معنا الإشارة إلى المدرسة الكوفية في أبواب الضبط، أنهم يعتنون بالمعاني ولا يعتنون بضبط الألفاظ، ولهذا كثرت فيهم الأوهام في أبواب الألفاظ، مع جلالة الرواة فيهم من جهة الفقه والرأي، وكذلك أيضا الديانة، إلا أنه من جهة الرواية في أبواب ضبطها فإنه يكثر فيهم الضعف. وأئمة المذهب من أهل الرأي على هذا النحو، ويندرج في هذا كثير، كحال حماد بن أبي سليمان، وكذلك حال أبي حنيفة، وكذلك أيضا أبي يوسف وأضرابهم. ومن أوثق هؤلاء محمد بن الحسن،
ابن الحسن، وإن كان من أهل الرأي لأنه من باب الرواية ومن أضبطه ومن أضبطه. وكذلك أيضا في إسناد هذا الحديث نافع بن عمر، ويظهر والله أعلم أن هذا غلط، ولا يعرف من اسمه نافع بن عمر في مثل هذه الطبقة، ولعله وهم وغلط من بشر الكندي. والأظهر أنه نافع أبو هرمز، نافع أبو هرمز يروي عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عباس، وقد أخرج هذا الحديث الطبراني في كتاب المعجم أيضا من وجه آخر، وكذلك أيضا أخرجه الحازمي في كتاب الاعتبار من طرق من حديث نافع أبي هرمز عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث مع علله المتعددة في إسناده، إلا أنه تضمن معاني أصلها في الصحيح، أصلها في الصحيح، ولكن التصريح بأن آخر ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الأربع هو موضع الإشكال، هو موضع الإشكال. النبي عليه الصلاة والسلام صلى على النجاشي أربعا، ومات في السنة التاسعة من شهر رجب، وجاء في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام على النجاشي في الصحيحين عدة أحاديث، جاء من حديث جابر بن عبد الله ومن حديث أبي هريرة وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي وجمع الناس فصلى عليه وكبر أربعا. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كبر أربعا في الصحيحين، وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في الصحيح أنه كبر على الجنازة خمسا، على الجنازة خمسا. وجاء زيادة عن ذلك أيضا، وجاء في ذلك أيضا الزيادة في هذا على أكثر من خمس، جاء هذا عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء عن عبد الله ابن مسعود، وجاء أيضا عن حذيفة ابن اليمان، وقبل ذلك جاء عن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله. الزيادة على الأربع هل عليها العمل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهل كان آخر الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصلاة أربع، التكبير أربع في صلاة الجنازة؟ نقول ثبت على النبي أنه كبر أربعا في آخر أمره، وهل كان ذلك ناسخا للخمس وما زاد عن ذلك قبل ذلك أم لا؟ لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نسخ، لا يثبت على النبي عليه الصلاة والسلام نسخ. وهذا ما دعانا إلى إيراد هذه الأحاديث، إيراد هذه الأحاديث لأنها تثبت النسخ، تثبت النسخ لما عدا أن آخر الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان على أربع، يعني ما قبل ذلك لم يكن عليه آخر الأمر فكان منسوخ. هو شبيه بالأحكام الوضوء من مسة النار وغير ذلك، فنقولنا في مثل هذا يفتقر إلى دليل، هل يبقى العمل فيما زاد عن ذلك أم لا؟ هنا وقع الخلاف. جمهور العلماء وقول ابن الأربعة على السنية بأربع، واختلفوا فيما عداها هل هي منسوخة أو غير منسوخة. وقع الخلاف بناء على عدم وجود حديث صحيح صريح بنسخ ما زاد عن أربع مع ثبوتها. وقد ثبت في صحيح مسلم أن زيد بن ثابت عليه رضوان الله صلى على الجنازة خمسا، فقيل له في ذلك قال فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على أنه إنما كبر الخمسة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني العمل ما زال باقيا. واختلف الصحابة عليهم رضوان الله تعالى في ذلك، وذهب عبد الله بن مسعود إلى الخيار، إلى أنه يختار ما شاء، صلي أربعا أو خمسا أو ستا أو سبعا، ولا حرج عليه في ذلك. وقد جاء عند البيهقي وغيره من حديث أعمر بن شرحيل الشعبي عن علقمة بن قيس أنهم جاءوا إليه فقالوا إليه إن معاذ بن جبل يكبر على الجنازة خمسا، قال فأطرق عبد الله بن مسعود ثم رفع رأسه فقال كبر ما كبر إمامك، كبر ما كبر
إمامك يعني ما كبر الإمام سواء أربعا أو خمسا أو ستا أو سبعا أو أكثر من ذلك فلا حرج في هذا، وكأنه جعل الخيار في هذا إما لا حرج فيه. وعلى هذا يتفرع مسألة من المسائل، ماذا يقول في التكبيرات الزوائد؟ ماذا يقول في التكبيرات الزوائد؟ لم يثبت في هذا شيء، لم يثبت في هذا شيء. إن استمر في الدعاء فهو الأمثل باعتبار أنه هو آخر الأمر، وآخر الأمر، أو انشغل في التسبيح والتهليل أو نحو ذلك باعتبار أن أنه الأصل في حال عدم ورود عمل في مثل هذه الحال، فنقول أيضا أنه لا حرج على الإنسان أن يفعل ذلك. نتوقف هنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.